التلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أنجز العمليات التالية. لدينا عمليات الجمع، عمليات الجمع، عملية الطرح، وعملية الطرح. إذا سنقوم بإجراء العمليات التالية. نبدأ بعملية الجمع. 365 زائد 214. إذا الوحدات مع الوحدات، 5 زائد 4، 5 نضيف لها 4، 5 في غاف، 5 6 7 8 9، أحسنتم، تساوي 9. 6 زائد 1 جيد تساوي 7. 3 زائد 2، 3 نضيف 2، 3 4 5 تساوي 5. إذن 365 زائد 214 تساوي 579. نواصل. 605 زائد 295. دائما الوحدات مع الوحدات، 5 زائد 5 أحسنتم تساوي 10. نكتب الصفر ونحتفظ بالعشرة. 10 10 نكتب الصفر ونضع هنا 1. كما لدينا هنا لدينا 1 ولدينا 0 ولدينا 9. 1 زائد 9 جيد تساوي 10. نكتب الصفر ونحتفظ بالعشرة. نكتب رقم 1 هنا ونكتب الواحد. عندنا 1 عندنا 6 وعندنا 2. 6 زائد 2 أحسنتم 7 8. لا ننسى الواحد، إذا تساوي 9. 6 زائد 2 8 والواحد 9. إذا 605 زائد 295 تساوي 900. نواصل. 83 ناقص 35. 3 ناقص 5، لا نستطيع لأن 3 أصغر من 5. ماذا نفعل؟ جيد، نستعير 10 ونطرحها من هنا. 8 تصبح 7. إذا لدينا 13 ناقص 5، هنا نستطيع 13 ناقص 5 من 5 ونصعد. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نتوقف عند 13. 5 حتى 13. 6 7 8 9 10 11 12. ثم نحسب هادو كم يساوي. 1 2 3 4 5 6 7 8. نكتب 8. إذا 13 ناقص 5 تساوي 8. ولدينا هنا 7 ناقص 3. 7 6 7 نشطب على 3 تساوي جيد 4. إذا 83 ناقص 35 تساوي 48. نواصل بنفس الطريقة. 92 ناقص 17. 2 ناقص 7 لا نستطيع، نستعيب 10 ونطرحها من هنا تصبح 8. إذا لدينا 12 ناقص 7، من 7 ونصعد. 7 8 9 10 11 12. ثم نحسب كم يوجد. 1 2 3 4 5. نكتب 5. 8 ناقص 1 تساوي، أحسنتم، 7. إذن 92 ناقص 17 تساوي 75. نلتقي عند التمرين الثاني. رتب الأعداد التالية تصاعديا. 545 170 320 425 210. إذن تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. نعين منزلة المئات. منزلة المئات نعينها. إذا لدينا هذا العدد فيه 500، هذا العدد فيه 100، هذا فيه 300، 400 و 200. العدد الأول 165. إذا ما هو العدد الصغير من هنا؟ من الأصغر إلى الأكبر. 5 1 3 4 2 جيد هو الواحد. إذا العدد الأصغر هو 170. 170. ثم لدينا 500 300 400 و 200. الصغر أحسنتم 210. 100 200. ثم جيد 320. بقي لنا 400 و 500 من الأصغر إلى الأكبر تصاعدي. جيد 425. وأخيرا 500 و
45. إذن 100 200 300 400 500 ترتيب تصاعد 165 170 210 320 425 ثم 545. نلتقي إلى التمرين الثالث. قارن بوضع الرمز المناسب أكبر أصغر. لدينا أرقام أو أعداد نقارن بينهما ونكتب إما أكبر أو أصغر. 584 162 دائما نعين منزلة المئات. 500 100 من هي الأكبر؟ 500 أحسنتم أكبر من 100. إذن 584 أكبر من 162. ننظر إلى منزلة المئات ثم نواصل. 500 أكبر من 100. هنا لدينا 100 100 100. ننظر ما نواصل. ننظر إلى العشرات. كم يوجد من عشرة؟ صفر. هنا يوجد 18. إذن صفر أصغر من 8. لدينا 100 100 متساويان. ننظر إلى العشرات. صفر أصغر من 8. نواصل. 800 400 400 أصغر من 800. 4 أصغر من 8. 400 أصغر من 800. وبالتالي 413 أصغر من 863. نفس الطريقة نعيد منزلة المئات. 200 100 2 1 200 أكبر من 100. إذا نراجع. 584 أكبر من 162. 108 أصغر من 180. 413 أصغر من 863. و 210 أكبر من 120. التمرين الرابع. املاء الجدول التالي. لدينا الشكل مكعب. عدد الأوجه، عدد الأحرف، وعدد الرؤوس. ولدينا متوازي مستطيلات. نفس الشيء، عدد الأوجه، عدد الأحرف، وعدد الرؤوس. إذا نحسب ونكتب كم يوجد. الأوجه هو ها هو الوجه. يوجد من هنا وجه، اليمين وجه، يقابله وجه. إذن كان واحد اثنان، كان في الأعلى وجه، في الأسفل وجه، ثلاثة أربعة، ومن الأمام وجه، ومن الخلف وجه. إذن يوجد واحد اثنان ثلاثة، من الخلف أربعة، في الأعلى خمسة، وفي الأسفل ستة. إذن يوجد ستة أوجه. نكتب ستة. عدد أوجه المكعب ستة وجوه، يمين واحد، يسار، فوق، تحت، أمام، وراء. عدد الأحرف، الأحرف هما الأضلاع. الأحرف ها هما، هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر. إذن يوجد اثنى عشر حرفا. هذا حرف، كل هذا الطول دل هو حرف. بقي لنا عدد الرؤوس. نحسب عدد الرؤوس. ها هو رأس. رأس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذن يوجد ثمانية رؤوس. متوازي مستطيلات نفس الشيء، لديه ستة أوجه. عدد الأحرف نحسبه نجده 12 كذلك، وعدد الرؤوس 8 رؤوس كذلك. إذن هادو هما رؤوس، هادو الأحرف، والأوجه وجه وجه، ستة أوجه ستة جهات. نلتقي إلى الوضعية. اشترى فاكهاني 4 صناديق من التفاح، في كل صندوق 20 كيلوغرام. سؤال: ما هو وزن كل تفاح؟ نعيد. اشترى فاكهاني، بائع الفاكهة، 4 صناديق. إذن اشترى 4 صناديق. صندوق 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 صندوق، 4 صناديق. في كل صندوق 20 كيلوغرام. إذن هنا 20 كيلوغرام، هنا 20 كيلوغرام، هنا 20 كيلوغرام، وهنا 20 كيلوغرام. في كل صندوق 20 كيلوغرام. ما هو وزن كل التفاح؟ هنا إذا 20 كيلوغرام من التفاح،
هنا 20 كيلوغرام هنا 20 كيلوغرام. إذا أربع مرات 20 مرة واحدة مرتين ثلاث مرات أربع. لما أربع مرات نستعمل أحسنتم عملية الضرب. إذا في كل صندوق 20 كيلوغرام معناه 20 ضرب أربعة في كل صندوق. إذا عملية الضرب نكتب الأجوبة. نجري العملية عمودية 20 ضرب أربعة تساوي. إذا نضرب الأربعة في صفر، أربعة ضرب صفر تساوي صفر، ثم نضرب الأربعة في اثنين تساوي أربعة ضرب اثنين تساوي ثمانية. أربعة في صفر ثم أربعة في اثنين ثمانية يساوي ثمانية. ونجيب عن السؤال ما هو وزن كل التفاح؟ نجيب وزن كل التفاح ثمانية هو 80 كيلو غرام. إذا كان لدينا أربع صناديق في كل صندوق 20 كيلوغرام. في كل صندوق معنى عملية الضرب 20 ضرب 4 تساوي 80. نجري العملية عمودية ونجيب على السؤال. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، والاختبار القادم إن شاء الله. والسلام عليكم.